الاسم؟ يس. ما بقسل ما بقسل ما شتشل. شو عم تعمل يا جيم؟ نادين جيم بوضع إباحي وتثير الجدل بجلسة تكبير مؤخرتها، وقصي خولي ينشر فيديو. بتقتل 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 بتقتل. إيه بس مش قادرة. شو مين؟ بتكهرب بتكهرب. إيه بس بتشد. هلا حلوة. كان جلسة قد 600 سكوات. شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي في انستغرام لحظة خضوعها لجلسة شد المؤخرة بالكهرباء في إحدى عيادات التجميل، حين بدأت في الصراخ أثناء وخز الطبيب الإبر قائلة إن الجهاز الذي استخدموه بيقتل، مش قادرة، عم كهرب ما بقدر أحكي. وأثار الفيديو موجة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض منهم أن الأمر به شيء من الخصوصية ولا يمكن نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر البعض الآخر أن نادين كانت طريفة وعفوية. بدك تعلي مشان لا ما دخل هي الطريقتين في بتعلي على عيني عم تعمل. في المقابل نشر الممثل السوري قصي خولي مقطع فيديو ظريف على حسابه الخاص في انستغرام، وهو يقوم بحركة جديدة تعلمها على ما يبدو من أجل عمله الفني القادم، وعلق محبي خولي على المقطع المصور مثنين على مهارته في أداء الحركات التي تتناسب مع أي شخصية يجسدها. والجدير بالذكر أن نادين جيم من ضمن المحبين الذين وضعوا الإعجابات على الفيديو، ويبدو أن علاقة الفنانين في أفضل حالاتها بعد تصريحها واستخدامها لتعبير خرائية الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة. Thank you.